صباحات الأمل والإشراق مشاهدين الأحبة، أهلا ومرحبا بكم من العاصمة التليدة مسقط إلى العفية صور ومحاكاة الرحلة البحرية القديمة في مهرجان التراث البحري في صور. وينقلنا تفاصيل هذا المهرجان الزميل العزيز من هنالك أحمد بن مبارك الدرمكي. صباحاتك خير زميلنا أحمد، أهلا ومرحبا بك معنا في قهوة الصباح وأيضا بطاقم العمل معك وبضيفك الكريم. وما التفاصيل التي ستنقلها لنا اليوم من صور؟ صباحاتكم خير وإشراق وجمال خديجة ومحمد وجميع متابعي برنامج قهوة الصباح. ونحن هنا في حاضنة جنوب الشرقية مدينة صور، وتحديدا في هذه الفعالية المستمرة المهرجان التراث البحري العماني بولاية صور. من هذا المكان تحديدا من خور البطح اليوم سنستنطق التاريخ ونسترجع بالذاكرة البحرية لهذا المكان وما كان أيضا فيه من تفاصيل جميلة في رحلة البحارة، وأيضا ما يصاحبها من قوافل التوديع وأيضا من طقوس ومن عادات ومن تقاليد وتفاصيل كثيرة رأى فيها أحد أبناء ولاية صور أن يجسدها ويحاكيها في سيناريو عمل تم تقديم من خلال هذا المهرجان، وهو الفاضل الأستاذ جمعة بن خميس العلوي، كاتب ومخرج سيناريو محاكاة السفن التقليدية. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا مرحبا بك، حياك الله، صبحك الله بالخير، والحمد لله رب العالمين أن وفقنا الله سبحانه وتعالى لهذا العمل بإذن الله، لنذكر الأخوة ونذكر الأبناء بهذا التاريخ. نعم، نحن سعيدين ومحظوظين أن نراك يعني كقامة مهتمة بهذا الجانب، وأيضا لك الكثير من الأعمال في مثل هذه المهرجانات. أستاذ العزيز، رحلة مثيرة، رحلة مغادرة البحارة وهم يجوبون البحار يصلون إلى أفريقيا وإلى آسيا ودول الخليج. استطعت أن تجسد هذه الرحلة من خلال هذه المحاكاة والاسترجاع بالماضي، نتحدث عن هذه الرحلة وتفاصيلها وخط سيرها وما تضمنت. والله جاءت الفكرة لهذه الفكرة للسفر ومحاكاة في الزمان القديم وسفر البحارة والنواخذة من الأستاذ علي بن خميس السراي العلوي، وثم أعرضها علي، تفضل بعرضها معي، وبدأنا بوضع السيناريو لهذه المحاكاة وتوصلنا إلى هذا العمل إن شاء الله. نعم، التوصل إلى هذا العمل أكيد كانت هناك دراسة وبحث ولقاءات وما شابه ذلك. نتحدث عن تفاصيل هذه الرحلة، كيف ذكرتها وكنت تحيدها، وكيف أيضا قصتها اليوم للأبناء حتى أيضا يعني تبقى عالقة في الذاكرة وتتناقل عبر الأجيال. بفضل الله احنا عايشنا هذه الحقبة اللي بدينا بتجسيدها، احنا عايشناها وبدينا نرويها للجموع، وبدأناها بوضع السيناريو ابتداء من باستخدام الجمال واللي احنا نسميها البوش، وايضا تكرم الحمير، ابتداء من سكة البوش، والتي كانت سكة البوش هي منطلق لهذه الميناء، ميناء صور البحري، واللي كان ترسي فيه السفن لجلب البضائع ولجلب ايضا المسافرين إلى أفريقيا وإلى دول الخليج. نعم، طبعا أيضا هذا البرنامج نعرف فيه كثير من التفاصيل المرتبطة بالأمور المادية وأيضا الغير المادية فيما يتعلق بهذه القوافل وهذه المواد التي أيضا تحمل بالسفن، وكذلك أيضا ما يصاحبها من أهازيج. لو نأخذ أيضا بشيء من التفصيل أستاذ جمعة. إن شاء الله، إن شاء الله، هو كل عمل لابد أن يواجه من شيء من التحديات، والحمد لله تجاوزناها. توفرت لنا الجمال بتعاون الأخوة، أصحاب الجمال وأصحاب الحمير وأيضا أصحاب السفن جزاهم الله خير، وأصحاب القوارب مشكورين كل من تعاون معنا. بدأنا بوضعها من السير أو انطلاقة الرحلة من سكة البوش، على أساس أن البوش وصلت إلى سكة البوش، جاءت من المناطق من إبرة، من بدية، من جعلان، جاي محملة بالأغراض هذه، كالتمور المجففة
وأيضا الأسماك المجففة من هنا من صور وتحمل لهذه الأسماك وأيضا المسافرين. فأخذنا الصورة التي رأيتموها في سكة البوش، والبوش محملة أو الجمال محملة بهذه الأشياء الأغراض البضاعة التي توصل إلى البصرة وإلى أفريقيا. جميل جدا. الآن انطلقت هذه السفن وانطلق معها البحارة في هذه الرحلة الطويلة والشاقة. نتحدث وقضت طبعا بالأشهر، أتوقع أن هذه الرحلات تأخذ بالأشهر. نتحدث أيضا عن العودة وطقوس أيضا وتفاصيل العودة التي من المؤمل أيضا خلال الأيام القادمة سيتم محاكاتها. قبل العودة كان عندنا عملية محاكاة التحميل، تحميل البضاعة عن طريق البحارة وعن طريق الماشوة إلى السفينة، ومن ثم والبضاعة هذه تحمل إلى البصرة محملة بالأخشاب. الأخشاب هذه أصلا قادمة من أفريقيا ومن الهند، ومن هنا تبدأ الرحلة الثانية للسفينة تنطلق إلى البصرة، بالإضافة إلى الطين يحمل أيضا إلى البصرة، واللي هو يسمى طين العجة، أو وهم في البصرة يسموه طين خاوة، ويستخدم أيضا هذا الطين. لو قلت لي ليش الطين ما عندهم طين؟ عندهم طين، لكن هنا عندنا الطين، الطين نوعين، النوع الذكر ويكون مالح، والنوع الأنثى وتكون حلوة. فيستخدم هذا كله للعلاجات، استخدموه بصنع الأدوية واستخدموه للعلاجات. فمن هنا نحن نحمل إلى البصرة، ويقلب من البصرة تمور القوصرة، تسمى القوصرة، واللي هي اللي ربما تكون دائرية وتمرها جميل مثل التمر نص مجفف، ويستقبل هنا في عندنا في صور. كم تستغرق هذه الرحلة، وماذا أيضا عن طقوس العودة وتفاصيلها؟ الرحلة تستغرق شهور مثل ما تفضلت، تستخدم يعني تقريبا 6 أشهر، ويعيش البحار، يعيش في البحر، عيشته كلها في البحر. فإذا هنا لابد أن يصاحب هذا الهازيج، لأنه ودع أهله في رحلة في الوداع، وهو مسافر لأنه خلاص يودع أهله، ما يعرف عمره هل هو في عودة أم بدون عودة، هل هو سيرجع إلى البلد أم لما يرجع إلى أهله. فهنا تكون الوداع، ويكون عندهم في السفينة أهازيج في البداعي، وهذا يعبروا فيه عن اشتياق، عن الحزن، عن الفرح بالسفر، يعني في السفينة وهم يشتغلوا. أحضرك شيء من كلماتها؟ والله إذا 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 هم هني يقولوا هو يا أمة محمد صلوا، كان بيروح خلاص يودع، فيدعي هو يا أمة محمد صلوا عليه، صلوا، وهم يردوا عليه اللهم صل وسلم عليه، مسافرين معاودين بعون الله، وتبدأ السفينة تنطلق في الرحلة. هنا تنطلق السفينة بالرحلة متجهة سواء إذا كانت إلى البصرة أو إلى أفريقيا في بهذا الاتجاه، فهم يودعوا. يسبق هذا أيضا كان في الأذان، حتى الأذان يؤدى، يؤذنوا، وأيضا في عندهم إطلاق المدافع، يودع السفينة خلاص وداع كامل، لأن ما يعلموا بها هل تعود السفينة أم لا. تفاصيل جميلة والحديث يعني أكيد شيق. نتحدث كذا بشيء من الاختصار أيضا عن رحلة العودة وتفاصيل رحلة العودة. إن شاء الله رحلة العودة ستكون في يوم 17، وبتكون إن شاء الله من هذا الشهر، نعم، وبتكون هي استقبال وفرح الأهالي بعودة البحارة، فرح الأهالي بعودة البحارة، وإن شاء الله ستكون ليلة يوم فرح. ممكن أيضا شيء من التفاصيل أيضا عائدين بالبضائع، عايدين بالبضائع، جايبين الأخشاب، جايبين السمن من الهند، جايبين اللي هو الأرز والعيش، جايبين إلى البلد، هذه كلها يجيبوها من هذه المناطق من أفريقيا ومن الهند، يجيبوا الأخشاب وتنزل لهنا وتودى. وأيضا بتكون عندنا الجمال نفس الشيء، على أساس أنها هي توصل هذه البضائع اللي أتت بعضها إلى المناطق الداخلية، إلى إبرة مثل الأخشاب، الجندل، توصل لهناك عن طريق
الحيوانات. صورة من صور التبادل التجاري اللي هي كانت قائمة. إضافة إلى ذلك طبعا أكيد استقبال الأهالي بعد هذه يعني الفقد الطويل سيكون هناك فرحة كبيرة. إن شاء الله حتكون فرحة كبيرة للأهالي وبشكل مغاير بإذن الله. هم ينتظروا وأيضا بها أهازيج الأهالي هم موجودين على الشاطئ ينتظروا وفرحة لهم. كأنه فيه المبشر من يبشر بعودة السفينة بأنهم نتخذ السفينة نتخذ السنبوك ونتخذ شراع. فبيجي بيبشر وبيأخذ بشارته أيضا بيأخذ يعطى البشارة معنوية مادية. المهم هو يعطى البشارة ويفرح بالبشارة وتبدأ الأهالي تتجمع لاستقبال السفينة. نحن فرحنا بهذا اللقاء الجميل معك الأستاذ جمعة بن خميس العلوي كاتب ومخرج سيناريو رحلة السفن التقليدي. شكرا جزيلا لك. الله يعطيك العافية وجزاكم الله خير. والله شكرا لكم. شكرا جزيلا لك. إذن هكذا أعزائي المشاهدين كما تابعتم هذه الرحلة الجميلة الرائعة التي استرجع بها الكاتب جمعة تاريخ البحارة العمانيين وانطلاقاتهم في رحلات من هنا من هذا المكان من خور البطح ووصولا إلى آسيا ودول الخليج وأيضا إلى إفريقيا في رحلة جميلة يسترجعها لأيضا ينقلها إلى الأجيال. هكذا هي صورة وإليكم الكلمة خديجة ومحمد. شكرا جزيلا لك زميلنا العزيز أحمد بن مبارك الدرمكي وأيضا لضيفك الكريم وعلى كل هذه التفاصيل التي نقلتمونا من خلالها والمشاهدين إلى زمن الرحلات البحرية القديمة. شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام إلى فاصل وبعدها إلى فعاليات أنتم أحدثتم التغيير. كونوا معنا.